حكينا عن الانتخابات بشكل عام. الانتخابات يعني الحمد لله بدت جيدة جدا، والشباب متعاونين بسود جو الانتخابات، روح الديمقراطية العالية، روح الأخوة والزملاء والزمالة بين صفوف الطلاب المشاركين والمرشحين لانتخابات مجلس طلبة. عندنا 3 كتل مرشحة، الأولى كتلة تجمع المبادرة الطلابي، كتلة الوطن للجميع، كتلة الانتفاضة. كتلة الوطن للجميع تحالف الجبهة الشعبية وحزب الشعب وجبهة التحرير العربية، كتلة الشبيبة تحالف حركة الشبيبة مع الديمقراطية. عندنا عدد الطلاب الذي يحق لهم الاقتراع غدا إن شاء الله، عددهم 3226 طالب إن شاء الله سيتوجهون غدا لصناديق الاقتراع، وعددهم 5 صناديق موزعين حسب الأصول وحسب تعليمات لجنة الانتخابات. أي ساعة راح يكون فتح الصناديق، وأي ساعة راح يعني يتم إغلاقها وإعلان النتائج؟ فتح الصناديق سيكون الساعة 8:30، والإغلاق سيكون الساعة 3 إن شاء الله، والنتائج متوقع أن تظهر ما بين الساعة 5 والـ6 مساء. أجواء الدعاية الانتخابية كيف توصف لنا إياها؟ والله أجواء رائعة. تم تقسيم أماكن الدعاية على الكتل المرشحة من قبل أعضاء لجنة مكلفين من لجنة الانتخابات بالتساوي، وكان هناك رضا ووفاق ما بين الكتل المرشحة، بحيث أن كل كتلة أخذت المساحة اللازمة لهذا الموضوع. سمعنا أنه يعني هنالك شعارات نحن أخوة، نحن متحابين، جامعة واحدة وإلى آخره. هذه الشعارات اللي بترفعها إدارة الجامعة ويعني بتوجهها للطلاب، إيش من شأنها تحدث ما بينهم؟ نعم، إدارة الجامعة حريصة جدا على هاي الشعارات، لأنها بترسخ قواعد جيدة في نفسية الطلاب، بالذات أنهم متنافسين في عملية انتخابية، وبالتالي إذا سادت هاي الشعارات داخل الجامعة بسود روح الديمقراطية العالية، وبكون فعلا نموذج يحتذى فيه بباقي جامعات الوطن. كيف بتفسر غياب الكتل الإسلامية من التنافس على هذه الانتخابات؟ والله هاي عملية حرة، احنا يعني معنيين بانه الكل يشارك، بس نحترم رغبة ممثلي الكتل الأخرى بغض النظر عن الألوان السياسية.